مساء الخير. الحمد لله على السلامة. حضرتك هتفضل مستني هنا؟ أنا برضو اللي هفضل مستني هنا. عايزني أمشي؟ إلا إذا كنت جاية لحد هنا في العمارة. الحقيقة أنا جاية للمهندس أحمد الشيخ. جاية له فين؟ هنا. ما تخافش، مش هطلع أخبط على المدام وأقول لها أنا جاية أزوركم. أنا عارفة إنه ما عادش ينفع. فعلا ما عادش ينفع ميرفت، عشان كده قلت ما اطلعش وافضل في الشارع مستنياك لحد ما ترجع. ولا ينفع تستني في الشارع، ما ينفعش انك انت تقفي معايا كده، ما ينفعش. اي حاجه، اي علاقه بينا مستحيله، ما ينفعش ميرفت. ولا حتى اني ابقى موظفه عندك؟ عندي فين؟ في الشركه، في شركه زهره. على فكره انا بجد مبسوطه ان انتوا رجعتوا لبعض، كنت متاكده انك هتعرف تصالحها. انت تقدر ترضي اي ست وتاثر عليها. عارف ان انا ما خدتش بالي حتى بعد ما دخلت الشركه ولقيت اسمها زهره للاعمار. ممكن تقبلني ابقى موظفه من ضمن موظفات زهره للاعمار؟ لا مش ممكن. حتى لو قلت لك ان انا محتاجه قوي للشغل، بس انا مش محتاج حد يدمر حياتي. أنا كمان مش عايزة كده. أنا كل اللي محتاجاه منك إنك تساعدني زي ما ساعدتني زمان في الكويت. وبعدين خلاص، أنت دلوقتي مش محتاج بديل للمدام. أنتوا الحمد لله رجعتوا لبعض. يعني ما عدتش محتاجني أبقى المحطة اللي هترتاح عندها على ما المدام توصل. ميرفت أنت مش محتاجاني. أنا محتاجة لك أوي. والله العظيم محتاجة لك أوي. أنت لو كنت محتاجة كنت وافقتي تتجوزي أبو عبد الله لما عرض عليك الجواز. أبو عبد الله؟ مش انت يا حمد. ميرفت انا هنا في وسط الشارع، ممكن تمشي معاه. لو وعدتني انك هتشغلني في الشركه، شغلني في اي حته فيها، وانا وعدك انك ما تشوفنيش. واوعدك كمان ان مفيش اي حد من الموظفين لا هيعرف ولا هيحس ان في يوم من الايام كنت مراتك. انت مش ملاحظ ان انا لحد دلوقتي محترم علاقتنا ومحافظه عليك؟ ما فكرتش ليه؟ ميرفت ميرفت أرجوك تمشي. طب فكر، ولما تعرف ليه أنا متأكدة إنك هتشغلني معاك مش بعيد عنك. تصبح على خير يا حمد. الو،
اهلا يا بابا. انا كنت حارن كمان رنتين واذا ما كنتيش هتردي كنت قفلت. لا يا بابا انا صاحيه. حضرتك عاوز حاجه؟ لا حبيبتي انا بس بطمن عليكم. قولي لي وليد نام مش كده؟ اتعشى ونام عشان حضرتك تطمن. طيب وانت كمان اتعشيتي مش كده؟ ايوه يا بابا. طيب حبيبتي تصبحي على خير. حضرتك من اهله. بابا حضرتك كويس؟ مش محتاج حاجه؟ ايوه حبيبتي انا كويس الحمد لله. ماي بقول ايه؟ نعم يا بابا. مفيش حد اتصل عندكم؟ حد زي مين يا بابا؟ يعني حد يكون اتصل، حد جه، جدك، خالك مثلا؟ لا يا بابا، ولا خاله ولا جده ولا السفير ده اللي اسمه مدحت ده، ولا انا عارف رأفت ده اللي كانت مامتك عزماه، ما جاش تاني؟ ايه يا مي انت ما بترديش ليه؟ جه تاني مش كده؟ جه وما انتش عايزه تقولي لي؟ ها؟ لا يا بابا، ولا جه ولا اتصل، ولعلم حضرتك دي كانت اول مره يجي فيها الفيلا واخر مره. قولي لمامتك الكلام ده، قولي لها الراجل ده ما يعتبش الفيلا عندي تاني. انا مش سايب لها الفيلا عشان تعملها مضيفه، انا سايب لها الفيلا عشان انتوا تعيشوا فيها، عشان ولادي اللي يعيشوا فيها. سامعاني؟ سامع حضرتك يا بابا. مي قولي لها الكلام ده بدل ما انا اقوله لها بنفسي، قولي لها عيب. طب حبيبتي يلا تصبح على خير. وانت من اهله يا بابا. اسفه اني ما قدرتش ارد عليك. ايه زعلت مني؟ هو نفس الموضوع اللي بابا ما بيزهقش منه. اهو ثانية واحدة يا رفت، ادخل. دي بنتي مي. ما هو مفيش حد. يا مي يا وليد يا الدادة، والدادة طبعا مش هتطلع لي دلوقتي الا اذا طلبتها. ثانية واحدة معايا. في حاجة يا مي؟ كنت عاوزة اكلم حضرتك شوية بس يظهر ان حضرتك مشغولة. في حاجة ضروري ولا مأجل الكلام لبكرة؟ زي ما تحبي. استني يا مي استني. دي مي بنتي عايزة تتكلم معايا في موضوع. طب نكمل كلامنا بكرة بقى في الشغل. اوكي؟ يلا تصبح على خير. ده أنكل رأفت بيسلم عليكي. ده أنكل رأفت اللي حضرتك بتكلميه دلوقتي؟ ايوه. وايه دلوقتي دي؟ هو الوقت متأخر قوي كده؟ انا ما اقصدش يا ماما. ولا تقصدي؟ هو حضرتك زعلت يا ماما؟ هزعل من ايه؟ بس لو ناوية تحددي اقامتي اعرف. باباكي قالك تحددي اقامتي؟ لا يا ماما، بابا ما قالش كده. امال قال ايه؟ لعلمك انا كنت متوقعة ان لو باباكي قال عني كلمة واحدة انت اللي تردي عليه وتدافعي عني. ده لو انا بعمل حاجه غلط. انت شايفاني بعمل حاجه غلط يا مان؟ لا يا ماما، بس انا عايزه اطلب من حضرتك طلب. اتفضلي قولي. اتفضلي. بلاش انكر رأفت تيجي هنا. ممكن يا ماما؟ ممكن اعرف السبب؟ لحسي عليه اي حاجه كده ولا كده؟ تصرفاته مش مسؤولة، مش محترمة. لا يا ماما، مش كده. أمال إزاي؟ ده رئيسي في الشغل وصديقي. يبقى حضرتك تقابليه في الشغل أو في أي مكان تاني مدام صديقك. وما قابلوش هنا ليه؟ عشان إحنا مش عاوزينه هنا. مش عاوزينه يدخل بيت بابا. بيت بابا؟ ايوه، الحرم نفسه منه وسابهولنا عشان نعيش فيه. طب يا حبيبتي لو ما كنتش تعرفي لازم تعرفي ان البيت ده بيتي انا، ملكي، حقي، ولسه ليا عند ابوكي كتير قوي. وهو بنفسه قال قدامكم هو مديون لي بقد ايه. ايه مش مصدقاني يا مي؟
مصدقاك يا بابا. امال مالك بتبصي لي كده ليه؟ مش ببص لحضرتك، انا برجوك يا ماما عشان خاطري انا وليد، بلاش خاطر بابا. ارجوك يا ماما بلاش راجل غريب يخش بيتك اللي هو بيتنا. انا مش قادره استحمل اشوف راجل بدل بابا يخش بيته اللي يتنزل عنه لينا. ممكن يا ماما؟ انا بنتك وبرجوكي، برجوكي باسم وليد كمان بعد اذن حضرتك. ماي، بابا اللي قالك كده؟ قالك ان البيت ده بيته؟ وقالك تقوليلي انه مش عايز حد يخشه؟ لا، لازم تعرفي وهو يعرف والناس كلها هتعرف البيت ده بيت مين. لازم كل واحد يعرف حقه وهو حر فيه، وانا حرة في حياتي، ولا هو فاكر ان هو حر في حياته، ولا ده دبيته يتحكم فيا زي ما هو عايز. ما اقدرش اتصرف في حياتي الا بامره. طنطا 040. عارف حضرتك انا لو شايف في اي قلق في الموضوع ده انا كنت عملت وقف على طول، لا يمكن كنت استمر. ايه يا سروش دي؟ هتفضل قاعد لامتى؟ الساعه بقت 12. اللي تشوفه حضرتك. التليفون ده عندي؟ ده جرس مباشر يا استاذ. مباشر عندي والساعه دي؟ سيبك منه، الصباح رباح. واقول لك شوف مين يا رشدي. حاضر يا استاذ. انا عايز سعادتك تطمن خالص. ثانيه واحده. رشدي، اي حد؟ انا مش هنا. ماشي. الو مدام زهره؟ زهرة؟ استنى يا رشدي. الو؟ ايوه يا زهرة، انا تحت ندى. محاولة؟ بقالك 10 دقايق بتتضايق؟ لا ده احنا يبقى انطرشنا بقى. ايه مالك؟ اهدي بس. في ايه؟ عايزك تجي لي بكرة الصبح وتجيب لي كل الأوراق اللي عندك. ايوه كل العقود اللي باسمي. لما تيجي هقول لك. تعمل حسابك على ايه؟ عايزة حقي. هو انا ماليش حق؟ ملهاش ولا سهم ولا جنيه ولا طوبه، وانت اول عارفين ان ملهاش. يا باشمهندس احمد انت زعلان كده ليه؟ انا مش زعلان. لا انت زعلان. طب اقول لك حاجه؟ قول اي حاجه غير انك تقول ان زهره ليها حق او ان في حاجه ملكها من اللي انت اشتريتها. يا سيدي انا ما كنتش هقول كده خالص، انا كنت هقول لك انا اول مره اشوفك زعلان بالشكل ده. ده يوم ما طلبت الطلاق وطلقتها انت ما كنتش زعلان كده. في ايه مالك؟ انا صاحبك وكاتم اسرارك، مش انا تالتكم برضه اللي عارف البير وغطاه. ما دام انت تالتنا قدام ربنا، في اي حاجه من اللي اشتريتها باسم زهره هي دفعت فيها فلوس ولا كله كان بفلوسي انا؟ ايوه بس المساله ما تتحسبش بالشكل ده. انا هشهدك قدام ربنا، لو ليها حق في اي حاجه اديه لها. بس ده ما كانش اتفاقنا. ما كان اتفاقنا ايه؟ انت قلت لي اللي هي عايزاه تاخده، لو عايزه كل اللي حالتنا اديه لها. عشان في النهايه كنت عارف ان كل الاولادي والام ولادي مش لرأفت السمري. مين رأفت السمري ده؟ اسألها. قولها مين رأفت السمري اللي هي عايزه تقعده مكان احمد الشيخ وفي ملكه. روح اسألها. انا بسألك انت اهو، ما تجاوبني. يا شوقي يرضيك ان شقه عمري اللي انت عارف كويس قوي انا كونته ازاي تروح هي تصرفه على راجل تاني عشان يتمتع بيه؟ شقه العمر كله تروح تديه لرأفت السمري؟ ده يرضي مين ده؟ يرضي مين ده يا شوقي؟ يرضي ربنا؟ طب بس اهدى. اهدى ازاي؟ اذا كنت انت جاي تقول لي حقها وهي جايه تقول حقي وان احنا كنا متفقين على ايه يا شوقي؟ كنا متفقين انها تروح تدور على الراجل كان بيحبها من 20 سنه عشان تدخله بيتي. يا شوقي افهمني. يا شوقي انا عملت كل ده عشان ارضيها، عشان تحس اني انا بحبها، عشان تعرف ان انا ما اقدرش استغنى. لا 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 انا اول مره اشوفك كده يا احمد. اهدى كده اهو وسط بطولك. رأفت السمري ده يا زهرة؟ طلع لنا من رأفت السمري ده.
اسفه يا جناب السفير، اتاخرت على حضرتك. بصراحه انت اتاخرت كتير. انا عارفه ان حضرتك مستني التقرير ده. ما عنديش حل تاني غير ان استنى. يبدو اني فقدت الاحساس بالزمن. بس حضرتك لما هتقرا التقرير. اتفضلي اقعدي. عارفه حضرتك مستني ايه؟ ايه يا فندم؟ عاوز اطلب من حضرتك حاجه تانيه خالص، لا في الشغل ولا في التقارير. اتفضل. زهره، انت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ هو حضرتك شايف اني زعلانه؟ انا مش شايف، انا حاسس. انا ما بقتش اشوفك يا زهر، انا بقيت احس بيك. الزعل ده بسببي مش كده؟ لا ابدا. زهر، ليه انت هتخبي عني وتنكري ليه وتخبي عني ليه اصلا؟ زهر، انا اكتر انسان حاسس بيكي او المفروض اني احس بيكي. حضرتك مش ملاحظ ان احنا في المكتب؟ مكتبي؟ مكان شغل. نمشي من هنا. تحب نروح فين؟ اروح. انا محتاجة اروح. زهرة، انا سبب المشكلة. زهرة، من فضلك أنا مش هستريح لما أطمن عليكي. أنا سببت لك مشكلة، مظبوط؟ طيب تعالي أعزمك على أي حاجة في أي مكان. لو عاوزانا نروح البيت عندك أنا. لا، من فضلك بلاش البيت. الله، ده أنا مسبب لك مشكلة كبيرة فعلا. مش مشكلة كبيرة ولا حاجة، هو بس من فضلك يا زهرة نروح نقعد في أي حتة عشان أفهم فيه إيه. اتفضلي. يا زهر، ما بتشربيش ليه؟ مش قادر اشرب عصير، محتاجه فنجان قهوه. ممكن تطلب لي فنجان قهوه؟ اكيد وحالا. اتفضل. طب وانت هتشرب ايه؟ العصير من فضلك. تعرف يا زهر، حركه التبادل دي بتفكرني بمشهد دايما بيحصل في المناسبات السعيده، بس لسه مشهد ناقص. مش ممكن هيكمل في الظروف اللي احنا فيها دي. مين عارف. المهم، ايه الموقف اللي مضطرك قوي كده وانا السبب فيه؟ تصور انه عايز يحدد اقامتي، عايز يتحكم في خط سيري لانه ساب لي الفيلا عايش فيها مع الاولاد. زهرة، انا عاوز اقول لك على حاجه. قول اي حاجه غير اني اكون تحت وصايته. انا خلاص ما بقاش في اي حاجه تربطني بيه غير الاولاد. أنا اتصلت بشوقي ابن عمتي، هو المحامي بتاعنا، وطلبت منه يصفي كل حاجة بيني وبينه. أتمنى إن ده يحصل بهدوء وبالتراضي. بالتراضي؟ أنت عارف يعني إيه يشحن مية ضدي وضدك؟ ولادك مشحونين أصلاً من غير ما يشحنهم، ولازم يتعاطوا مع والدهم، وأنت كمان لازم تعاني شوية وتستحملي. ما ترد على الموبايل. شوقي ابن عمتي بيرن لي. مش فاهم بيرن لك ازاي. يديني رنة ويقفل وانا اللي اطلبه. تليفون استقبال بس. الو. ايوه يا شوقي. مفهوم مفهوم، تليفونك ما فيهوش رصيد.
وانت من امتى يعني كان عندك رصيد؟ انت فين؟ عند خالي. هيكون فين يعني؟ في الشقه. بتسلم عليك يا خالي. سلم لي عليها. بيسلم عليك يا ست زهره. انت فين؟ انا سالت وليد في الفيلا قال انك انت لسه ما وصلتيش. في الشغل. طيب انا عارف. يلا نتقابل في الفيلا. قول لها ان انا جاي معاك. هتيجي معايا يا خالي؟ ايه عندك مانع؟ لا يا سيدي، ده انت على الاقل هتوفر عليا كتير قوي. ايوه يا زهره، اصل خالي بيقول ان هو جاي معايا. طب نتقابل بقى في الفيلا، مسافه السكه. وقول لها كمان ان احمد جاي معانا. احمد مين؟ جوزها. قصدي يا احمد الشيخ. ايه بتبص لي كده ليه؟ ما هو لازم يكون موجود علشان تتم المواجهه. هيرضى يجي معانا؟ انا لما اقول له تعالى مش هيقول لا. قول لها انت بس ومالكش دعوه. ايوه يا زهره، معلش يا زهره، اصل خالي كان بيكلمني. يا ست عارف ان موبايلك مكلف كتير. اصلي خالي كان بيقول لي ان احمد هيجي معانا هو كمان. هيجي معاكو ليه؟ بابا اللي عايز كده. قول لبابا ان المساله خلاص خلاص. انا عارفه بابا لما يصر على حاجه. اوكي خليه يجي معاكو، على الاقل يمضي على الاوراق ونخلص. انا قدامي ساعه. لا لا، قدامي ساعتين وهبقى في الفيلا. مع السلامه. تصور انه عايز يجي مع بابا ومع المحامي؟ انا مش فاهمه عايز يجي ليه؟ بابا متصور اننا ممكن نتراضى او نرجع لبعض، عنده امل. بابا ده قصده مثالي زياده عن اللزوم. انت ما بتتكلمش ليه؟ ما بتردش عليا ليه؟ ارد اقول ايه؟ ترد تقول ايه؟ تقول لي رايك. تقول لي اعمل ايه؟ تقول لي اي حاجه. اولا ده موقف ماليش راي فيه. وثانيا تعملي ايه؟ انت اللي لازم تقرري تعملي ايه. ثالثا اقول اي حاجه؟ ما ينفعش اقول اي حاجه. يعني هتفضل ساكت كده؟ مش هتقولي حاجه خالص؟ اذا كان في حاجه لازم اقولها هقول لك. روحي قبلي انت والمحامي وتصرفي حسب احساسك ما يقول لك. حسب احساسي؟ ايوه. استفتي قلبك. استفتي قلبك يا زهرة. مش عاجبك كلامي؟ الحقيقة أنا كنت متوقعة إنك تقول لي حاجة تانية خالص. حاجة زي إيه؟ روحي أقفي له وخدي حقك منه وأنا وراكي؟ لا، ما تسكتيش للراجل ده وأنا معاكي. أنت كنت متوقعة مني حاجة زي دي يا زهرة؟ مثلا أبقى ما بحبكيش. وأنت كده بتحبني؟ وبكل ظروفك، مش بس إنسانة حبيتها من 20 سنة تقريبا. زهرة أنا بحبك كأم، بحب ولادك، حتى لو ما سلموش عليا أول ما شافوني. رافضين إن أنا أدخل بيتكم. يعني أنت شايف إن عندهم حق؟ حتى لو ده بضايقهم ضيق، لكن لازم تحترميهم. وانا كمان لازم احترمك انت واحمد لانكم ربيتوهم كويس. روحي قبل احمد وانسي انك تعرفيني. مش عايز معرفتي بيكي او حبي ليكي اسرع على بيتك وعلى ولادك. زهرة مش هسامح نفسي لو حسيت ان انا السبب في بعدك عن احمد او عن ولادك. بعد اللي انت قلته ده مش عايز تأثر عليا؟ انا كأني بشوفك لأول مرة. انت انسان عظيم قوي يا رافت، مشاعرك جميلة قوي. تسمح لي امشي؟
مش فاهمة هو عايز ايه، جاي ليه أصلا؟ أنا اللي قلت له يجي زي ما فهمتك. ما كانش لازم يجي يا بابا. لا كان لازم علشان نعرف هو عايز ايه، وعشان هو كمان يعرف احنا عايزين ايه، وكل حاجة تبقى على نور، كل حي يعرف حقه. وهو مش عارف حق يا شوقي. خلاص يا زهرة خلاص. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أهلا يا دكتور. ازيك يا أستاذ شوقي؟ اتفضل. متشكر يا دكتور. ولو إن محدش يتفضل في مطرحه. يعني إيه محدش يتفضل في مطرحه؟ يعني محدش يتعزم عليه في بيته، لا يكرم المرء في داره، ولا إيه رأيك يا أستاذنا؟ فعلا. لا يكرم المرء في داره. بس ده مش بيتك. لا يا هانم، ده بيتي أنا. وأنا سبته لولادي عشان يعيشوا فيه، وهو ده اللي حضرتك ما أنتيش عارفاه. أنتوا سمعتوا؟ إيه يا إخوانا الدخلة اللي أنتوا داخلينها ديت؟ صلوا على النبي كده وقعدوا، وبعدين إحنا في بيت مي ووليد، هم اللي عازميننا، اتفضلوا. أنا هقعد في المكتب. مكتب إيه؟ مكتبي يا هانم. مكتبي اللي أنا عملته بفلوسي ومن حقي أقعد فيه، ومش من حق حد غيري يدخله. من حقك يا باشمهندس. وكويس إنك أنت بتتكلم عن الحقوق. اتفضلوا. اتفضل يا متر. اتفضل يا دكتور. ما تعزم عليا انا كمان وتقولي اتفضلي. اتفضلي يا مدام، ولو عايزه تتناقشي بهدوء انا تحت امرك. تتفضل يا استاذنا. استاذك اه، لكن انا مش استاذ زهره وبس، انا والدها كمان، ابوها. ولا انت نسيت؟ اتفضلي يا زهره، انا اللي بعزم عليكي. اتفضلي. ام سيد. ام سيد. نعم. مش عايز حد يزعجنا، عايزك تقعدي فوق مع مي ووليد. طب ولو احتاجتوا شاي ولا قهوه؟ مش هنحتاج حاجه خالص، كل اللي هنحتاجه تقعدي فوق مع الاولاد. حاضر. ام سيد. نعم. اي تليفون ما ترديش. اتفضلوا تقعدوا واقفين ليه؟ اتفضل يا استاذ شوقي اقعد هنا. اتفضلي اقعدي يا مدام. مش هقعد الا لما اعرف انت جاي ليه. لا هتقعدي وهتقولي انت عاوزه ايه؟ انتي مش بعتي قلتي انتي عايزه حقك؟ انا بقى عايز اعرف اذا كان ليكي حاجه هنا شوقي عليها، وانا هخلي الاستاذ شوقي يكتبها لك وحمضي لك عليها على طول. اهدي يا زهره واقعدي. انت مش كتبت لي قبل كده ومضيت؟ فعلا اشتريت لك ارض باسمك، والفيلا اللي في الساحل الشمالي كمان باسمك، بس ما اعتقدش انه حقك. لما هو مش من حقي كتبتهولي ليه؟ لانك كنت مراتي وام ولادي، لكن الصفه دي ما بقتش موجوده، انتفت، وبالتبعيه ينتفي او يتلغي كل ما يترتب عليها. مش ده تعبير قانوني صح يا متر؟ والله الصح والغلط مش مرتبط بالتعبيرات القانونيه او الغير قانونيه. امال مرتبط بايه؟ متعلق بيك انت شخصيا يا باشمهندس. انت شايف ايه؟ هل هي ليها حق في املاككم وثروتكم ولا لا؟ قصدك املاكي وثروتي؟ املاكك وثروتك؟ يعني انا ماليش اي حاجه؟ ما انا قلت لك اذا كان ليكي اي حاجه شاوري عليها. اذا كنت اشتغلتي ليل ونهار لمده 12 سنه في الغربه، واشتغلتي 18 ساعه في اليوم في الصحراء، يبقى لك حق. وانا ما كنتش معاك. مراتي، من واجبك انك انت تكوني معايا وتخدميني وتخدمي ولادي، وانا من واجبي ان انا اكفل بيكي واحميكي. ولا كنت عايزاني اشتغل ليل ونهار وارجع اخدمك وربي الولاد؟ ملهاش حق عندك ابدا يا باشمهندس. ليها حق اي زوجه سابقه، نفقه ليها ولولادها، ومن حقها كمان تقعد في شقتها القديمه. انهي شقه اللي انت قاعد فيها؟ لا لا، مش شقتي اللي انا قاعد فيها، شقه الدقي، اوضتين وصاله. شقه الدقي؟ اه، مش دي الشقة اللي انت وافقتي تتجوزيني فيها؟ بس انا وقفت جنبك لحد ما عملت كل ده. انا اللي عملته وعملتك انت كمان. تنكر انك قلت لولادك الكلام ده؟
انت ما كنتش كده يا باشمهندس. ولا هي كمان كانت كده، ولا عمري تصورت انها ممكن تكون كده. يعني ايه اكون كده؟ هو انا عملت ايه؟ انت عارفه كويس قوي عملت ايه. دخلتي راجل بيتي، مكتبي، مكاني، عايزاه يبقى ابو بلادي. ما خنتكش، دخلته الفيلا وانا مش على ذمتك. مطلقين، ما رحتش اتجوزته من وراك في الغربه زي ما انت عملت. ايه يا اخي، انت لا عايز ترحم ولا سيب رحمه ربنا تنزل؟ ده ايه التعسف ده؟ عايز تحرم عليا الحياه ليه؟ بتذلني ولا مدخلني الفيلا عشان تحبسني فيها؟ لا 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 لا، انا مش بذلك ولا عايز احبسك. انت اللي عايزه تاخدي مالي تديه لراجل بيحبك وكان عايز يتجوزك. عيب يا هانم، عيب. ده مالي انا اولى بحقي. انا كنت متصور لما هلبي لك رغباتك واطلقك زي ما انت طلبتي واعرض عليكي كل املاكي، كان متهيألي انك انت هتقدري، هتقبلي اعتذاري وتسامحيني، مش تروحي تدوري على راجل كان عايز. اسكت بقى كفايه، مش عايز اسمع منك ولا كلمه تاني. لو انت شايف ان من حقها اي حاجه والدكتور شايف ان من حقها تقسمني شقه عمري، اديها اللي انت شايف انه حقها. الحقيقه يا باشمهندس، الوحيد اللي يقدر يقول اكتب لها ولا لا انت. انت صاحب القرار ده. يعني دي الصفه القانونيه اللي بيني وبين المدام. يعني البيت ده بيتي، والعربيه اللي واقفه بره هنا دي تبقى عربيتي. يعني كل حياتها اللي قضتها معاك دي كانت زوجتي، موظفه بدرجه زوجه. وفي الحقيقه انا ما قصرتش. ملهاش معاش ولا تأمين الست الموظفه دي. ما خطرش على بالك زهره كان ممكن تكون ايه لو فضلت بوظيفتها في وزاره الخارجيه؟ كان ممكن دخلها يبقى قد ايه دلوقتي؟ ولا انت ناسي انها سابت ده كله علشانك، علشان تسافر وتقف وراك؟ انا زي ما قلت لحضرتك، انا ما قصرتش. لا يا باشمهندس، حضرتك قصرت، قصرت لدرجة الخيانة. ظلمتها معاك وانت متجوزها، وبتظلمها دلوقتي وانت مطلقها. بس أنا برجوك كأستاذك بلاش كحماك، لو ظلمت زهرة ما تظلمش ولادها كمان. أنا حاولت الفترة اللي فاتت أجي عليها كتير علشان ما توصلوش للي انت وصلتوا له ده. بس في الحقيقة انت مش من حقك شرعا انك تتجوز من وراها، وهي من حقها برضه شرعا انها ترفض تبقى على ذمتك لو رفضت جوازك من غيرها. يلا يا بنتي، سيبي له بيته وثروته، انا هاخدها هي واولادها يعيشوا معايا يا باشمهندس. هيقعدوا عندي، ومش لازمنا لا فيلا ولا شقة جديدة ولا قديمة ولا نفقة، ما دام أنت مقتنع إن ملهاش حق عندك وإنك ما ظلمتهاش. زي ما تكون نسيت كل اللي علمتهولك وكنت حافظه. يلا يا بنتي، وجهزي نفسك بسرعة عشان نمشي. استني يا زهر، استاذ شاوي اكتب لها الفيلا والعربيه باسمها وشوف كل طلباتها وطلبات الاولاد. انا ما نسيتش اللي علمتهولي يا استاذي، انا اللي همشي. انا استني. Thank you.
في حاجة يا باشمهندس؟ لا مفيش. خير يا باشمهندس؟ في ايه اللي حصل؟ انت عارف اللي حصل وعارف انه مش خير. هنستنى. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أحمد الشيخ كان هنا؟ تقابلته؟ كان واقف بالعربية. واقف بالعربية؟ واقف بالعربية ليه؟ تعبان؟ أكيد تعبان. لا يا باي مش تعبان. تبقى العربية عطلانة؟ ولا العربية عطلانة. ما هو يا تعبان يا العربية عطلانة. استني بس، ولا تعبان ولا العربية عطلانة، لأنه خد عربيته ومشي. الله، أمال واقف ليه طيب؟ يعني تلاقيه كان متضايق شوية. هو كان بيعمل إيه هنا يا بابا؟ كانوا بيصبوا حسابهم. بعض كانوا بيتحاسبوا. يا احمد الشيخ عايز يتحاسب؟ ده لو اتحاسب هيطلع حسابه تقيل قوي يا بابا. اولا بابا اسمه الباشمهندس احمد الشيخ. وبعدين؟ وبعدين بابا مش مديون لحد. ايه؟ في ايه يا مي؟ انت مش واخده بالك بتتكلمي مع مين؟ ده خاله. ما هو خاله كان لازم يعرف هو بيتكلم عن مين. ده بابا. فضلكوا اللي يتكلم عن بابا يتكلم عنه كويس. على الاقل قدامي. حاضر يا مي. أنا آسف ليك يا حبيبتي. متزعلش مني يا ماما. لعلمكم بقى، أحمد الشيخ كان قاعد في عربيته بيعيط، ولما شافني ما كانش عارف يودي وشه فين لما شفته. الحقيقة حاجة تبكي. يلا يا شوقي خد أنت الطريق داري علشان تلحق وقتك بسرعة. تصبح على خير يا خالي. أنت منها. تصبح على خير يا زهر. إن شاء الله بكرة أعدي عليكي وأخلص لك كل حاجة. أنا عايزك تطمني. متشكرة يا شوقي. لو سمحت يا ماما. أفندم. من فضلك اللي اتكلم عن بابا يتكلم كويس بأدب. حاضر، هنبقى مؤدبين واحنا بنتكلم عن الباشمهندس أحمد الشيخ. مطلوب مننا حاجة تانية يا أنسة مي أحمد الشيخ؟ لا يا ماما، متشكرة. مي. نعم. أنكل شوقي جاي بكرة وجايب العقد معاه. العقدين هوريهم لك وهوريكي قمدة الباشمهندس أحمد الشيخ عليهم عشان تتأكدي إنهم ملكي. عقدين إيه يا ماما؟ عقد الفيلا دي وعقد العربية. مبروك يا ماما، بس أنا شايفة إن الحكاية ما كانتش محتاجة عقود. بابا ساب لنا الفيلا والعربية برضا وكان سعيد إننا نعيش فيها. باباكي ما كانش عايز نعيش هنا. امال كان عايز ايه يا ماما؟ كان عايز يحدد اقامتي هنا، يسجنني. اللي يعجبه يدخل واللي ما يعجبوش ما يدخلش. يعني بيته هو مش بيتي انا. دلوقتي ده بيتي، ويا ريت انت كمان تاخدي بالك وما تتدخليش. وزي ما بتغيري على اسم باباكي لازم كمان تراعي مشاعري. زي ما هو أبوكي أنا كمان مامتك. وأنا تحت أمرك يا ماما، بس مش معنى أن حضرتك مامتي أي حد يدخل البيت. أي حد ده إيه؟ ده بيتي وأنا حرة فيه. أنت لسه هتتكلمي؟ لا يا ماما مش هتكلم، بس زي ما حضرتك حرة في بيتك تدخلي فيه اللي أنت عايزاه، أنا كمان حرة أعيش في البيت ده ولا لأ. يعني إيه؟ يعني ده بيت حضرتك، لكن ضيوف حضرتك ما ترغميناش نستقبلهم او نعيش معاهم. يعني هتسيبيني وتمشي؟ ما هي المساله حريه، ولو بالغصب كنا غصبنا عليكي او بابا غصب عليكي تعيشي معاه عن اذن حضرتك. وهي مرة وتعدي يا أبو
الشجر للورد والدردشة في البر واحنا القلوب تتمد لليد في المحنة مش بالغنى والجاه هي كده الحياة بين ابتسامة وآه حتى بمرجحنا وهي مرة وتعدي يا بكرة سامحنا يا عمرنا هدي أحلام ليك احنا وكل شمس تقوم يصحى الأمل من الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.